أوروبا لما نهضتها الحديثة كان أول حجر وضعته في أساس تمدنها هو سن القوانين، لأنه لا يصلح الناس فوضى لا سارة لهم، الهمج هم الذين لا يعيشون بغير قانون، فكان أول شيء فعلت سن القوانين. ومعلوم مشهور أن معظم القوانين الأوروبية إنما مأخوذة منقولة، أنتم تقولون كوبي كولي لمن لا يفقه الفرنسية ممن ينظرون إلى كوبي باست، هكذا فعلوا من لقوانينهم من فقهنا كقانون نابليون الأول، نابليون بونابرت وغيرهم ملوك أوروبا. وهذا لا ندعيه، نحن نعلمه لكن لا ننسبه لنا، هذا شهد به شاهد من أهلها. المستشرق البريطاني الإنجليزي هيربرت جورج ويلز، هذا كان أديبا ومؤرخا وعالم اجتماع بريطاني، له كتاب ترجمة ترجمات إلى العربية سمي مرة معالم تاريخ الإنسانية وغيره، يعني له عناوين بحسب المترجمين، وإلا فاسم الكتاب The Whole Story of Man. يقول في هذا الكتاب إن أوروبا مدينة للإسلام بمعظم قوانينها التجارية والإدارية. هذا رجل ليس رجل مسلما ولا عربيا، هو يقول هذا. يقول المستشرق الفرنسي لوي سيديو، هذا له كتاب اسمه تاريخ العرب العام، يقول فيه إن قانون نابليون مأخوذ، هذه اعجبوا لها أنتم معشر الملكية اعجبوا لها، يقول إن قانون نابليون مأخوذ من كتاب فقهي في مذهب مالك، وهو شرح الدردير على متن خليل. وهذا نحن نعرفه، لكن هو يقول هو شرح، انتم دابا كاع انتم ما تعرفوش فضيحة هذه، متن خليل تعرفوه؟ ايوا شرح الدردير على متن خليل موجود، من هو اخذ نابليون قوانين اكثر القوانين الفرنسية. يقول المستشرق الايرلندي ادموند بيورك، يقول ان القانون المحمدي وما في زمن ما، يعني في يعني القرون القرن السابع عشر، ما كانوا يسمون الأمة الإسلامية، ما كانوا يسمونهم المسلمين، كانوا يسمونهم المحمديون. فيقول هو إن القانون المحمدي قانون ضابط للجميع من الملك إلى أقل رعاية. وهو هذا إدموند بيورك، هذا هو رجل قانوني، هذه حرفته. يقول وهذا القانون نسج على أحكام نظام حقوقي. ثم يقول وإن الشريعة الإسلام هي أعدل تشريع لم يسبق للعالم إيجاد نظام مثله قط، ولا يجيء بعده مثله. يقول المستشرق المجري فامبري، يقول إن الفقه الإسلامي واسع إلى درجة أنني أتعجب كل العجب كلما نظرت إليكم أنكم لم تسنوا قوانين وأنظمة منه توافق زمانكم وبلادكم. ماشي مسلم هو تيتعجب للمسلمين. والشهود من غير هؤلاء كثير، وليقس ما لم يقل. والأعجب ليس هذا فقط، وإن كان حقيقا بالعجب، لكن الأعجب من هذا أن هذا الفقه ثم جمع شمله هيكله وفصوله نظمت، أصوله نظمت في 20 سنين، لم ينتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه حتى جمع نظام الفقه، أصوله التي يرد إليها جمع. ثم لم يمر على هذه الأمة 3 قرون حتى وضعت مهمات كتب الفقه في فروعه وفصوله وتطبيق أصوله على فروعه وبناء فروعها على أصوله. 3 قرون. أمة الرومان التي هي المرجع عند كثير من الناس في أنها أم الأمم التي سنت القوانين، ويعدونها هي التي هي الأصل في التمدن الحديث، لم ينضج فقهها إلا في عهد القيصر جوستينيان.
يعني بعد مرور 13 قرنا من وجودها. 13 قرن يا الله تقد الفقه يعني القانون. فهذه مرتبة الفقه، وهذه حيوية، وهذه حاجتنا إليه، وهذا القدر الذي له فهمه من كان قبلكم. كان الفقه مجالسهم،